الكتاب جسر نحو الذاكرة هو ليس شعار فقط، بل جسد في عديد المؤلفات الموجودة بين رفوف وأجنحة الصالون الدولي للكتاب في طبعته 25. هنا أينما وليت وجهك بين فضاءات العرض إلا وتجد كتبا تتناول مواضيع عن الذاكرة الوطنية. ناشرون لم يتأخروا في عرض كتب تاريخ الجزائر لإقامة جسر بين من ضحوا في سبيل تحرير الوطن وبين جيل المستقبل. يجب علينا أن نمجد أبائنا وأجدادنا العلماء والشهداء والمتوفين على كلمة الحق، كلمة الجزائر، كلمة الثورة الجزائرية والاستقلال. أصبح يعني كتاب مختصين في هذا المجال يكتبون في المجال التاريخي أكثر من فترات. في فترة سابقة كان هناك مذكرات وشهادات على مثلا نقول على الجانب التاريخي للثورة الجزائرية، كان هناك العديد من الشهادات، بينما حاليا هناك دراسات وموثقة عن طريق مراجع موثقة، بالتالي فهي تقدم المعلومة الصحيحة إلى القارئ. الكتابة عن الذاكرة بالنسبة لكتاب مشاركين في المعرض نابع عن حب وغيرة على هذا الوطن، فتوثيق بطولات من صنعوا الثورة التحريرية يعد تثمينا لإنجازاتهم. أنا رحت لكتاب تاريخي، كنت عندي محبة على الناس اللي ماتوا على الوطن هذا، وعلى الأمهات اللي حاربوا وتعبوا، نحضروا على لاباز، يعني القاعدة تاع لا ريفولسيون الجزائرية، شكون هي؟ كان الشعب هو اللي كان وقف، هو اللي حق الحق نحت الاستقلال، يعني هو اللي حارب العدو. تزامن الصالون الدولي للكتاب وستينية استقلال الجزائر يعتبر محطة لاستحضار الذاكرة الوطنية وتلقين شباب اليوم تضحيات أولئك الذين حرروا الوطن.